الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. من مشروع تعميم المعرفة، هذا هو الدرس 36 في الاقتصاد الجزئي تحت عنوان نظرية المنشأة. الجزء الخامس، العنوان الفرعي هو المنشأة في سوق المنافسة التامة. Lesson number 36 in microeconomics, theory of the firm part 5, subtitle the firm in the perfectly competitive market. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية في كافة أرجاء العالم، وعلى بركة الله نبدأ. المنشأة في سوق المنافسة التامة، firm in the perfectly competitive market. عرفنا في مقطع سابق المنشأة، وقلنا بأنها وحدة الإنتاج الأساسية التي تحول مدخلات الإنتاج إلى سلع، تقوم ببيعها في السوق من أجل تحقيق الربح. وعرفنا في مقطع آخر ما يسمى هيكل السوق (market structure)، وبينا أنه يأتي على عدة أشكال تحكم كل واحد منها شروط معينة، وذكرنا كذلك بعضا من هذه الهياكل كالمنافسة التامة (perfectly competitive market) الذي هو إن شاء الله مجال حديثنا في هذا المقطع، والاحتكار (monopoly) والمنافسة الاحتكارية (monopolistic competition). وهنا الآن الصورة تعطينا طيف التنافس. هناك أربعة أشكال في مجال البيع: الاحتكار، احتكار القلة هو (monopoly) (oligopoly) وعندي المنافسة التامة (perfect competition) والمنافسة الاحتكارية (monopolistic competition) في مجال البيع. وهناك شكلان في مجال الشراء: احتكار الشراء (monopsony) واحتكار القلة في الشراء (oligopsony). سأقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع ما يسمى هيكل سوق المنافسة التامة (perfectly competitive market)، وإن شاء الله نكون موفقين بالعرض. تحدث المنافسة في حقل الاقتصاد على مدار الساعة، فكل القرارات الإنتاجية والاستهلاكية والاستثمارية وقرار توظيف الموارد بشكل عام يحدث في إطار التنافس على أفضل البدائل والخيارات المتاحة والنتائج. تنشأ سوق المنافسة التامة تباعا إذا توافرت جملة من الشروط، جملة من الشروط. بدون هذه الشروط يصبح تعريف المنافسة التامة ناقصا أو فاقدا لمعناه الأصيل. فهناك خمسة شروط لابد من توافرها آنيا. اللهم إذا انحصر حديثنا أو حديثنا عن سوق المنافسة التامة، وهي على النحو الآتي: أولا، وجود عدد كبير من المشترين والبائعين، بحيث لا يكون للواحد منهم أي تأثير، لا يكون واحد منهم مؤثرا، أي لا يكون لأي واحد منهم تأثير بالقدر الكافي، ليس له تأثير على الأسعار أو الكميات أو التوقعات. وبالتالي يكون البائع هنا في هذا السوق آخذ للسعر، بمعنى آخر السعر مفروض عليه وليس صانعا له، لا يصنع السعر هو كالمحتكر. ثانيا، وجود معلومات تامة (perfect information) عند البائعين والمشترين عن السلعة ونوعيتها وكمياتها المتوافرة وتقنية إنتاجها عند البائعين، بحيث هذا الشرط لا يمكن للمشترين أن يميزوا بين وحدات السلعة عندما يشتروها من بائع أو من آخر، ولا يستطيع البائعون القيام بما يمكنهم من تمييز سلعتهم عن غيرها عندما يبيعها منتجون آخرون، وهي حالة يسميها الاقتصاديون المعلومة المتماثلة. بمعنى آخر، هناك معلومة متماثلة عند كافة البائعين وكافة المشترين، عند كافة المنتجين وكافة المستهلكين، وتسمى هذه المعلومة المتماثلة عند العملاء الاقتصاديون (symmetrical information). طبعا العملاء الاقتصاديون هم المستهلكون والمنتجون، أي البائعون. سوق المنافسة التامة، هذا الآن هذه صورة تعطينا لمحة. هناك عدد كبير من بائعين الفواكه والخضار، هذا سوق فيه كثير من المنتجات، هنا البرتقال، هنا التفاح الأحمر، هنا الموز، هنا البطاطا وهكذا. فنفترض طبعا وجود عدد كبير من البائعين والمشترين، وبالتالي ليس هناك فرق بين البطاطا، سلعة البطاطا التي يبيعها هذا البائع أو هذا المنتج،
مع من السلة. ليس هناك فرق بين هذه البطاطا والبطاطا التي يبيعها هذا المنتج أو البائع، وليس هناك فرق بين هذا البرتقال على سبيل المثال والبرتقال الذي يبيع هذا المنتج، وليس هناك فرق بين الدراقن الذي يبيع هذا المنتج مع الدراقن الذي يبيع هذا المنتج، وهكذا. فنموذج لسوق المنافسة التامة، عدد كبير من البائعين والمشترين، معلومات تامة عند الجميع. الشرط الثالث، عدم وجود عوائق قانونية أو مالية للدخول إلى أو الخروج من السوق، نسميها No Barriers to Entry. شو المقصود فيها؟ المقصود بذلك أنه ليس هناك ما يجبر البائع المنتج أن يستمر في صنعته، فهو حر بالزمان والمكان الذي يختاره للبدء ببيع أو إنتاج سلعته، وحر بالزمان الذي يختاره للخروج من الصنعة برمتها متى شاء. وحتى يكون الأمر واضحا، نقول إن كلفة بدء الإنتاج أو كلفة بدء الإنتاج في سوق المنافسة التامة قد لا تزيد في أحسن الأحوال عن كلفة الفرصة البديلة للمنتج، وهي كلفة ضئيلة جدا بالمقارنة مع ما يتطلبه الدخول إلى سوق من نوع آخر كالاحتكار. يعني كمثال بسيط، هنا في المنافسة التامة قد تكون الصنعة بسيطة جدا، بائع خضار، بائع فواكه، من يصنع الفلافل، من يصنع الحمص والفول وهكذا، لكن المحتكر حصل على ترخيص قانوني باهظ الثمن يحتاج إلى آلات ومعدات، وبالتالي هنا كلفة الدخول وخروج من السوق عالي جدا، في حين يعني مقابل ذلك أن المنافس في السوق المنافسة التامة كلفة الدخول والخروج أي أن يصبح جزء من البائعين بتكون قليلة جدا إذا دخل السوق أو إذا خرج منه بتكون قليلة، وبالتالي فإن المنافس التام لا يملك إلا موردا ماليا بسيطا ووقته فقط، ولو إن أنه استثمر وقته وماله في أي صنعة أخرى فإنه لن يستفيد أكثر مما يستفيد من صنعته في سوق المنافس التام. الشرط الرابع، أن تكون السلعة التي نتحدث عنها التي يبيعها البائع ويشتريها المشتري سلعة متجانسة، product homogeneity، هذا الشرط من حيث النوعية والمواصفة والمعيار. والشرط الأخير، انعدام تكاليف النقل، no transportation cost، على عند مين؟ عند البائعين والمشتري، ليس هناك كلفة على البائعين أو على المشترين من حيث نقل البضاعة من مكان إلى آخر. الإيرادات الكلية، الآن تعريفات. تعرف الإيرادات الكلية total revenue تخصص بالTR بأنها قيمة مجموع المقبوضات التي تستلمها أو تستحقها المنشأة لقاء بيعها السلعة التي تنتجها. عادة ما يتم حسابها من حصيل الضرب الكمية المباعة بسعر طبعا Q بسعر بيع السلعة P، أي أن الآن total revenue TR تساوي P، يعني الآن الإيرادات الكلية تساوي حاصل ضرب السعر سعر البيع ضرب الكمية المباعة. الآن إيرادات الكلية توتال ريفينيو تي آر تساوي سعر البيع مضروب في كمية السلعة. تعريف آخر، متوسط الإيرادات. يعرف متوسط الإيرادات average revenue AR اختصارها بأنه حاصل قسمة الإيرادات الكلية تي آر على الكمية، أي AR average revenue يساوي توتال ريفينيو مقسم على كيو، وتساوي طبعا توتال ريفينيو عرفناها قبل قليل بأنها هي حاصل ضرب السعر في الكمية عفوا، فالكل مقسم على كيو، تي ار هنا اصبحت بي في كيو قسم، اذا بتروح يعني تشطب يختصر كيو مع كيو وبتساوي بي. اذا الان اي ار الافريج ريفينيو متوسط الايرادات في سوق المنافسة التامة هو سعر بيع السلعة، هذا متوسط الايرادات افريج ريفينيو عند الإيرادات كلية توتال ريفينيو تي آر، هاي كمية السلعة وهذا سعر البيع وهذا سعر البيع. ما يعني الآن كما ذكرت قبل قليل بأن متوسط الإيرادات إي آر يساوي سعر بيع السلعة في سوق المنافسة التامة، وهذه خاصية مهمة جدا لطلبتنا حتى يتذكروها كي يفهموا المنطق وراء المنشأة في سوق المنافسة التامة. تعرف الإيرادات الحدية marginal revenue، marginal revenue MR اختصارها، بأنها التغير الحاصل في الإيرادات الكلية total R TR يعني total revenue عندما تتغير الكمية المباعة Q بوحدة واحدة وصيغتها الرياضياتية أو رياضية كما يلي. marginal revenue MR تساوي التغير في total revenue في الإيرادات الكلية مقسم على التغير في الكمية، وتساوي التغير فيه
الآن عوضنا بدل تي آر حاصل ضرب السعر في الكمية، بقيت هذه الكمية دلتا كيو اللي هي التغير في الكمية، وتساوي بالحالة هاي بي ضرب التغير في كيو مقسم على التغير في كيو وتساوي بي. الآن هذه الإيرادات الحدية مارجن ريفينيو، هذه التغير في الإيرادات الكلية، هذا التغير في الكمية المباعة، هذا سعر البيع. الآن بما أنه يمكن اختصار دلتا كيو مع دلتا كيو، فإذا بكون سعر البيع. إذا الإيراد الحدي في سوق المنافسة التامة هو نفسه أو يساوي سعر بيع السلعة. ما يعني أعيد بأن الإيراد الحدي مارجن ريفينيو من بيع كل وحدة إضافية يساوي سعر بيع السلعة في سوق المنافسة التامة، ويساوي متوسط الإيرادات كما ذكرنا في المقطع السابق أو في الشريحة السابقة. تعظيم الأرباح، تعرف الأرباح profit أو pie اختصارها التي قد تحققها المنشأة بأنها الفرق بين الإيرادات الكلية والتكاليف الكلية، أي أن pie تساوي total revenue minus TC total cost. باي الأرباح تساوي الإيرادات الكلية مطروح منها التكاليف الكلية. هذه الأرباح الإيرادات الكلية هنا والتكاليف الكلية. وتعرف التكاليف أو الكلفة الحدية marginal cost MC اختصارها التكاليف الحدية بأنها التغير الحاصل في التكاليف الكلية، التغير الحاصل في التكاليف الكلية أو المتغير طبعا variable cost. التغير هنا يعني التغير في التكاليف الكلية يساوي التغير في الفاريبل كوست المتغيرة لسبب واحد، بأن الفرق بينهما هو التغير في الفيكست كوست أو التكلفة الثابتة وتساوي صفرا، وبالتالي من ناحية رياضياتية التغير في هذه الكلفة يساوي التغير في هذه الكلفة. طبعا إذا منعرف الآن مارجنال كوست هو التغير الحاصل في التكاليف الكلية أو التغير الحاصل في المتغيرة كلما تغيرت الكمية المنتجة المباعة كيو بوحدة واحدة، أي أن marginal cost يساوي التغير في total cost مقسم على التغير في كيو، التغير في الكلفة الكلية مقسم على التغير في الكمية المنتجة أو المباعة، ويساوي التعبير ذاته التغير في variable cost اللي التكاليف المتغيرة التغير فيها مقسم على التغير في الكمية المنتجة أو المباعة. هذه التكاليف الحدية marginal cost MC تساوي التغير في التكاليف الحدية، وتساوي بالحالة هاي التغير في التكاليف المتغيرة والكمية المباعة. التمثيل البياني، الآن التمثيل البياني على المحور الأفقي هي الآن الكمية المباعة المنتجة، على المحور العمودي التكاليف الكلية total cost والإيرادات الكلية. الآن عندي الآن هذا المنحنى هو التكاليف الكلية، يرتفع ببطء بداية ثم يأخذ بالتسارع بعد نقطة انقلاب تقريبا هنا، ويأخذ بالارتفاع بشكل متسارع وعالي. أي الإيرادات الحدية توتال هذا عبارة عن خط مستقيم، لماذا؟ لأنه حاصل ضرب السعر الثابت في كمية، بما أنه السعر ثابت معنى ذلك سيأخذ الخط المستقيم. أما الآن التكاليف فهي تكون منخفضة، تأخذ بالارتفاع التدريجي ثم تأخذ بالارتفاع بسرعة، هنا ارتفاع ببطء ثم ارتفاع بسرعة. نقطة التقاء TC total cost التكاليف الكلية مع الإيرادة الكلية هذه النقطة، وهنا نقطة أخرى. هنا الآن total revenue يساوي total cost التكاليف الكلية تساوي عفوا الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية، وكذلك الأمر في هذه النقطة الإيرادات الكلية تساوي التكاليف الكلية. معنى ذلك هنا ليس هناك ربح ولا خسارة، هنا ليس هنا في هذه النقطة ربح وخسارة. في هذا الجزء الذي يأتي إليه سعر هذه النقطة الأولى هنا في خسارة، لأن التكاليف أعلى من الإيرادات. هنا الآن الأرباح لأن الإيرادات أعلى من التكاليف، بعد هذه النقطة تصبح الإيرادات أقل من التكاليف، وبالتالي هنا منطقة خسارة. إذا الآن هنا منطقة الربح باي، منطقة الربح باي، يتحقق أعظم ربح ممكن maximum profit أعظم ربح ممكن من أكبر فرق موجب، المهم يكون positive difference، أعظم فرق موجب بين total revenue والtotal cost أو الإيرادات الكلية
والتكاليف الكلية. معنى ذلك أننا نبحث عن أعظم فرق بين المنحنى الأحمر والمنحنى الأخضر. المنحنى الأحمر التكاليف الكلية، والمنحنى الأخضر هو الإيرادات الكلية. إذن هذا فعلا يتحقق أعظم ربح في هذه المنطقة، أعظم ربح ممكن. الآن عدت رسم الرسم البياني السابق. عندي الآن هنا توتال ريفينيو يساوي توتال كوست، هنا توتال ريفينيو يساوي توتال كوست. هاي الآن المنحنى الأحمر اللي بالسهم، هذا التكاليف الكلية توتال كوست، هنا الإيرادات الكلية توتال ريفينيو. إن استطعنا أرجع، إن استطعنا أن نأتي بخط مستقيم يمس هذا المنحنى الأحمر عند نقطة معينة ويكون موازيا للخط الأخضر، بيكون الميلين يعني ميل الخط الأخضر اللي هو التوتال ريفينيو أو منحنى التوتال ريفينيو الإيرادات الكلية ومنحنى التكاليف الكلية، إذا هنا حدثت نقطة تماس واحدة وكان الخط الجريد هذا يوازي هذا الخط، معنى ذلك بيكون الفرق أعظم ما يمكن. لاحظوا لو أنه كان هنا بيكون ليس أعظم ما يمكن، لو كان هنا نقطة التماس بيكون ليس أعظم ما يمكن، لكن نقطة التماس هذه هنا بيكون الفرق هنا أعظم ما يمكن، معنى ذلك أنه هذا الخط يوازي هذا الخط بالمطلق. لكن هذا الخط لأنه يوازي، معنى ذلك أنه هذا هو ميل منحنى التكاليف الكلية اللي هو المارجينال كوست، لأن التغير فيه نسبة للتغير في الكمية هو المارجينال كوست، وهذا ميله ثابت يساوي المارجينال ريفينيو. معنى ذلك الآن يتساوى الميلان عندما يكون المارجينال ريفينيو مساوي المارجينال كوست، ما يعني بأن باي اللي هي ربح يكون أعظم ما يمكن في هذا القطاع. إذن هاي الفرق بين هنا وهنا هو أعظم ربح ممكن، طبعا سأوضح بالأرقام إن شاء الله بعد قليل. الآن بدأ يعني الفكرة ذاتها أشرحها، لكن باستخدام ربح طبعا المتوسطات إن شاء الله، أعظم ربح ممكن باستعمال المتوسطات. الآن على المحور الأفقي الكمية المباعة المنتجة، على المحور العمودي متوسط تكاليف الكلية average total cost والتكاليف الحدية marginal cost وسعر البيع. هذا الآن متوسط التكاليف الكلية average total cost، هذا عندي المارجينال كوست الآن يكون مرتفع ينخفض يصل إلى نهاية أغنية ويأخذ بالارتفاع، وهو مرتفع يخترق منحنى التكاليف الكلية عند نقطة النهاية الدنيا للتكاليف متوسط التكاليف الكلية. الآن هذا هو السعر اللي افترضنا عفوا قبل قليل، اللي هو السعر يساوي المارجينال ريفينيو يساوي الأفريج ريفينيو، وبالتالي هو السعر الآن نقطة الالتقاء بين منحنى السعر اللي هو المارجينال ريفينيو، لأننا نتحدث عن سوق تنافسية تامة، في السوق التنافسية التامة هي الوحيدة اللي بيكون في عندي السعر يساوي المارجينال ريفينيو يساوي الأفريج ريفينيو. نقطة الالتقاء هاي حددت تلقائيا بأن المارجينال ريفينيو يساوي المارجينال كوست، وحددت الكمية التي يجب على المنشأة أن تنتجها حتى تعظم أرباحها. إذن هاي الآن الكمية، هذه نقطة الالتقاء، هاي كيو ستار، الكمية الواجب على المنشأة أن تنتجها حتى تعظم أرباحها. هاي الكمية تكلف المنشأة بالمتوسط عند هذه النقطة، فبالتالي نقطة الالتقاء هنا بتقول لي أنه متوسط كلفة هذه الكمية عند هذا المستوى. إذن هذا اللي هو الأفريج توتال كوست للكمية كيو ستار، متوسط الكلفة الكلية للكمية هذه اللي هي هذه نفسها الأفريج توتال كوست للكمية كيو ستار. وبالتالي الآن منطقة الربح بحددها بين النقاط الأربعة، هذه النقطة، لأن سعر البيع أعلى من الكلفة بالمتوسط، وبالتالي هنا الأرباح وقعت بين هذا الخط المتقطع وهذا الخط، طبعا محصورة في المستطيل هذا اللي هو طبعا محصور المستقيل واحد، مستطيل واحد اثنين ثلاث وأربعة. هنا لنفترض على سبيل المثال بأن P سعر هذا يساوي 30 وأن Q star تساوي 50. بمعنى آخر عندما كان السعر P يساوي 30
التقى مع المارجنال كوست وبالتالي يساوي 30 بالحالة هاي المارجنال كوست عند هذه النقطة، المنشأة يجب عليها أن تنتج كيو ستار كانت تساوي 50، وأن متوسط التكاليف الكلية لهذه الكمية عند النقطة 2 هون تساوي average total cost تساوي 20، ما يعني الآن بأن الربح باي يساوي 30 سعر البيع 30 مضروب في الكمية 50 مطروح منها 20 متوسط الكلفة مضروب في الكمية ويساوي 500. إذن الآن منشأة ربحت 500 وحدة عملة من بيعها لهذه السلعة عند هذا السعر اللي هو يساوي 30 بالحالة هاي، وبهذه متوسط الكلفة الكلية لها إذا أنتجت 50 وحدة. الآن هذه النقطة اللي هي نقطة تغطية الأفرج توتال كوست، هنا الآن هذه النقطة غطينا عند هذه النقطة كل الأفرج توتال كوست أو متوسط التكاليف الكلية. لنفترض الآن بأن السعر انخفض من 30 إلى 15 على سبيل المثال، والمنشأة اختارت أن تنتج 50 وحدة كيو ستار تساوي 50، فالسعر انخفض الآن، لاحظوا الآن هذا السعر انخفض، ليس هذا السعر المتقطع هنا، عفوا ليس هذا السعر اللي هو P يساوي 30 كما افترضنا، انخفض من هذا الجزء إلى هذا أو صار إزاحة إلى هذا الجزء إلى هذا السعر يساوي 15 كما افترضنا هنا، وإذا P يساوي 15 ماذا يترتب عليه الآن؟ بأن الآن المنشأة تبيع ب 15 أنتجت 50، لكنها كل وحدة بتكلفنا تكلف المنشأة 20 بالمتوسط، بقيت متوسط الكلفة الكلية 20 بتبيع 50، إذا في عندها خسارة مقدارها حاصل الفرق بين 15 ضرب 50 مطروح منها 20 ضرب 50 ويساوي 250. هذا الآن الفرق هي الخسائر التي حققتها المنشأة نتيجة لانخفاض السعر من 30 إلى 50. إذا باعت المنشأة السلعة بأي كلفة بتغطي الكلفة الكلية بالمتوسط أو أعلى منها، إذا فقط بتساوي الكلفة الكلية بالمتوسط فإنها لا تحقق أرباح اقتصادية، على الأقل تغطي كلفة الفرصة البديلة لصاحب المنشأة أو مديرها، أما إذا ارتفع السعر عن ذلك فهي تحقق أرباح تسمى economic profit أو الأرباح الاقتصادية. إذن الآن الخسائر المحصورة بين بالمستطيل هذا 3 2 5 6 أو يعني 2 3 5 6. مثال لنفترض بأن منشأة ما تواجه الحالة الآتية، الآن هاي الكمية المنتجة 0 1 2 3 وهكذا إلى 12، التكاليف الكلية توتال كوست كانت كما يلي 0 13 18 20 وهكذا حتى وصلنا إلى 65، وسعر البيع 5-5-5 لأنه ثابت افترضنا، الإيرادات الكلية توتال ريفينيو يساوي حاصل ضرب السعر في الكمية طبعا هنا 0-0 لأنها الآن وحدة واحدة 5 وحدتين ضرب 5 يساوي 10-3-15 وهكذا حتى وصلت إلى 60. متوسط التكاليف الكلية الأفرج توتال كوست أخذ الشكل التالي، طبعا لا يوجد هنا 13-9-6.3 تقريبا 5.3 4.8 وهكذا، فانخفض إلى أدنى مستوى 3.5 ثم أخذ بالارتفاع بعد ذلك. متوسط الإيرادات الكلية average revenue هو السعر ذاته والmargin revenue يساوي 5.5.5. التكاليف الحدية حسبناها من هنا 13 طبعا 13 ناقص 0 يساوي 13، 18 ناقص 13 يساوي 5، 20 ناقص 18 يساوي 2 وهكذا، فبدينا من 13 بتهينا ب 65. الإيرادات الحدية المارجن ريفينيو هي السعر وتساوي الأفرج ريفينيو وهي 5 5، وبالتالي بنلاحظ على أنه الآن أنه هذه الكمية عندما زاد الكمية من 8 إلى 9 بالمتوسط 8.5 الكمية المنتجة، وهنا الآن اللي هو المارجن ريفينيو يساوي 5 ويساوي طبعا لأنه عندما انتقلنا من 1 بالمارجن كوست من 1 إلى 6 مررنا بنقطة 5، يعني عندما ترتفع قيمة التكاليف الحدية من 1 إلى 6 فقد مرت بالقيمة 5، بما أنهم بتساوي مع الإيرادات الحدية معنى ذلك بأن المارجن كوست هنا يساوي بين هاتين القيمة الكميتين بيكون المارجن كوست يساوي المارجن يساوي 5. التمثيل البياني الآن المحور الأفقي الكمية
محور العمودي، متوسط تكاليف الكلية average total cost، تكاليف الحدية marginal cost، وسعر البيع هذا الآن متوسط تكاليف الكلية، عندي متوسط عفوا marginal cost التكاليف الحدية، هذا السعر الذي فرضناه واعتبرناه أنه يساوي 5 من المقطع السابق، أرجو العودة إليه بعد إذنكم، المقطع السابق سعر 5 إذا افترضناه، وبالتالي الآن بنعيد رسم الشكل، وبالتالي الآن هنا average total cost marginal cost، هذا السعر average revenue يساوي marginal revenue يساوي السعر يساوي 5، هذا السعر يساوي 5، نقطة الالتقاء هنا بتقول لي marginal revenue يساوي marginal cost، طبعا بتساوي بالحالة هاي 5، الكمية التي حددتها المنشأة بناء على فكرة تعظيم الأرباح والمبدأ بسموها القاعدة الذهبية لتعظيم الأرباح هو marginal revenue يساوي marginal cost، هاي الآن بتساوي 8.5، السعر عفوا بتكلف بالمتوسط، لو رجعنا للجدول السابق نجد بأن متوسط كلفة إنتاج 8.5 بالمتوسط كل وحدة بتكلف 3.64، إذن هنا 3.64 average total cost، هذه الآن الأرباح محصورة في هذا المستطيل، في هذا المستطيل هنا، وبالتالي الآن بكون من الجدول نجد بأن P يساوي 5 Q يساوي 8.5 والأفريج توتال كوست لكل وحدة من الثمان وحدات ونص يساوي 3.64، ما يعني بأن المنشأة الماكسيمم بروفيت لها أو أرباحها العظمى تساوي 5 سعر، السعر هنا السعر مضروب في كمية الإنتاج 5 ضرب 8.5 مطروح منها متوسط كلفة الثمانية ونص وحدات 3.64 مضروب في الكمية وتساوي 11.65 هي الأرباح التي حققتها المنشأة. المقطع القادم بحول الله تعالى سيخصص للجزء الثاني من المنشأة، الجزء الرابع المنشأة في سوق المنافسة الاحتكارية. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة والتعليق على المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.